بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا عبرة المؤمنين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة. غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب سيدي من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي، فنفوز فوزا عظيما. يا ابن الوصي المرتضى، يا ابن الوصي المرتضى، يا ابن الوصي المرتضى، لم لا حسامك ينتظى. يا ابن الوصي المرتضى، لم لا حسامك ينتظى. طال انتظارك سيدي، نهضا فقد ضاق الفضا. يا ابن الوصي المرتضى، لم لا حسامك ينتظى. طال انتظارك سيدي، نهضا وقد ضاق الفضا. حاشاك لست أقول عن ثارات جدك معرضا، حاشاك والله حاشاك، لست أقول عن ثارات جدك معرضا. ماذا التصبر والحسين بكربلاء ضامن قضى. حاشاك لست أقول عن ثارات جدك معرضا، لكن ماذا التصبر والحسين، ماذا التصبر والحسين بكربلاء ضامن قضى. قد ظل عار بالثرى، والصدر منه ورض رضا، وبنات فاطمة بغا ضحن الأعادي قوضا، وبنات فاطمة بغا ضحن الأعادي قوضا. تستاق ضربا بالسياط متى دعت بالمرتضى، تستاق ضربا بالسياط متى دعت بالمرتضى. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. تذكير لما مضى في الليالي الماضية، كما قلت بخدمة الأحبة وأكرر في بداية كل ليلة، بحثنا السنة يحمل طابع حداثي ويرتبط بشكل خاص بشريحة الشباب، بالشريحة المثقفة الواعية المتنورة في الواقع. وقلت الإسلام يتعرض سابقا ولليوم إلى حرب بين قوسين ناعمة، وأكو أنواع أخرى للحروب اللي يتعرض لها الإسلام، ومن أخطر الحروب اللي يواجهها الإسلام الحرب الناعمة كما تسمى. الحرب الناعمة ماخذة مجالات عدة، مجال من هذه المجالات اللي تشندي حملات على الإسلام هو هذا المجال اللي أحاول أتكلم به وأعالجه وأجيب عنه وأواجهه في هذه الليالي. واحدة من الأمور اللي تطرح الآن أنه الإسلام ما يبني حضارة، الإسلام ما يبني حضارة، الإسلام دين حاصر نفسه بعالم الآخرة بس، أما عالم الدنيا، عالم البناء، عالم الإعمار، عالم التقدم، عالم العلم، عالم التطور، الابتكار، الاختراع، غير ذلك من هذه العناوين الإسلام ما يهتم بها كما يدعي هؤلاء، وادعاؤهم ليس صحيحا كما واضح وكما بينت في الليالي الثلاثة الماضية. زين، احنا نقول كمتدينين ونعتقد بالإسلام نصوص الإسلام الأصلية والأصيلة، يعني قرآن، يعني نبي، يعني آلة، وهي نصوص الإسلام الأصيلة الأصلية هي هاي خور. بالعكس تقول الإسلام يبني حضارة، والإسلام يدعو مو فقط لإعمار الآخرة، لإعمار الدنيا والآخرة كما بينت بخدمة الأحبة في الليالي الماضية. زين،
قلنا خلنا نبدأ بحث الحضارة في ثقافة الإسلام. بدينا ليلة البارحة كملنا أول خطوة، وهي خطوة تعريف الحضارة لغة واصطلاحا وما يرتبط بهذين الأمرين، وانتهينا من كل ذلك. ثم انتقلنا ليلة البارحة إلى محطة ثانية في البحث، مشينا خطوة ثانية. التفتولي أحبابي، التفتولي. الخطوة الثانية، الحضارة موجودة في القرآن يوم موجودة في القرآن، وإذا موجودة في القرآن شنو معالمها؟ الحضارة الحقيقية شنو معالمها؟ هذا اللي بدينا به البارحة. فقلت هذا المحطة الثانية أبينها من خلال نقاط. النقطة الأولى البارحة قلت بخدمة الأحبة، بس التذكير مهم. أنا أذكر أول ما بدينا ندرس حوزة أساتذتنا كانوا يقولون الدرس حرف والتكرار ألف، كانوا يقولون. أنا هاي راسخة بذهني، كان عمري 11 سنة وإلى الآن أتذكر هاي الحكاية، وقد تجاوزت 40 بس أتذكرها باقية بذهني. أساتذتنا كانوا يقولون أول ما دخلنا حوزة كانوا يقولون الدرس حرف والتكرار ألف، حتى المعلومة ترسخ بالذهن. زين، النقطة الأولى بالمحطة الثانية قلت الحضارة كعنوان حضارة لم يرد في القرآن، أصل المادة حضارة موجود في القرآن، ولكن هذا عنوان الحضارة ما موجود في القرآن. معنى الحضارة، فحوى الحضارة، ما يبقي الحضارة وما يخلي الحضارة منقطعة، يعني حضارة مستدامة وحضارة غير مستدامة، عوامل الحضارة الحقيقية، العوامل اللي تسقط الحضارة، هاي كلها موجودة في القرآن وكلها راح نمر عليها إن شاء الله تعالى، كلها راح نمر عليها خلال هاي الليالي إلى ليلة 21 من شهر رمضان المبارك. هذه النقطة الأولى اللي البارحة بينتها بخدمة الأحبة. أما النقطة الثانية بالمحطة الثانية بينت شوية منها ولم أكمل، خلي أذكركم بالبينت حتى أكمل. عفتوني لو بعدكم وياي، بعدكم وياي، بعدنا بداية المجلس، هو ما يصير التعبون من هسه، بعدنا بداية المجلس. النقطة الثانية قلت القرآن الكريم إذا أريد نطلع على ثقافة الحضارة في القرآن، هاي النقطة الثانية يكون نأشر عليها ونسلط ضوء عليها. شنو النقطة الثانية؟ القرآن الكريم أرخ لتأريخ البشرية عبر مرحلتين، عبر مرحلتين. المرحلة الأولى نقدر نعطيها عنوان مرحلة الحياة البسيطة المتواضعة غير المعقدة اللي ما بيها مشاكل، اللي الحياة كانت بيها بسيطة، كان الناس أمة واحدة. هاي المرحلة التي يعبر عنها القرآن الكريم على الفطرة وعلى البساطة. هاي المرحلة من شوكت لشوكت، أنا البارحة بينت، تذكر الإخوة اللي كانوا حاضرين، أحسنتم جزاكم الله خيرا. هاي المرحلة تبدأ من آدم وتنتهي إلى ما قبل نوح عليه السلام، يعني إلى مرحلة نوح عليه السلام. هاي المرحلة الأولى بتاريخ البشرية اللي هي آدم، هبة الله ابن آدم، بعدين إدريس عليه السلام، إدريس ما بين آدم ونوح، إدريس، ومن ثم إلى نوح اللي استمرت كما يقول صاحب تفسير الكاشف 800 سنة بين آدم ونوح. هاي الحقبة الأولى من تأريخ قافلة البشرية اللي القرآن يؤرخ لها واللي القرآن يوثقها واللي القرآن يتكلم فيها. المرحلة الثانية هي الأهم اللي القرآن كلش ركز عليها، لأن الحياة بيها تعقدت، مشاكل الناس بيها كثرت، الانحرافات بيها كثرت، ولهذا القرآن هم أكثر ضوء سلط على تأريخ قافلة البشرية المرحلة الثانية من نوح فنازلا. التفتولي خو، التفتولي. أسألكم بالله سؤال قبل لا أكمل، نقدر نسولف عن الحضارة وما نتكلم عن حركة قافلة البشرية؟ يصير؟ ها؟ شلون يصير؟ هو اللي يبني حضارة منه؟ الإنسان؟ فأنا شلون أتكلم عن الحضارة وما أتكلم عن تاريخ الإنسان؟ شلون يصير؟ ما ممكن. ولهذا النقطة الثانية ضرورية بالمحطة الثانية، وهي محطة الحضارة في القرآن شنو؟ وشلون نتكلم عن القرآن؟
زين. القرآن الكريم من نوح وانت نازل كلها وثقها، ويظهر والله العالم كل مرحلة من نوح ما بعد نوح نقدر ننطيها عنوان من العناوين في تاريخ حركة قافلة البشرية. الكلام كلش مهم، كلش مهم. التفتوني أهل الوعي أهل الثقافة، تفتوني. البارحة توقفنا لهنا يوم ما توقفنا لهنا، ها ما توقفنا البارحة، يعني هسه قد ثلاث دقائق أربعة لخصت ثلاث ليالي ثلاث ساعات. اجى نوح عليه السلام حتى يبدي الأبوة الثانية للبشرية، الأبوة الثانية للبشرية. اجى نوح عليه السلام. نوح أعظم مشكلة واجهها هي الآتي، باوعدي أعظم، أكرر أعظم أو من أعظم حتى أكون كلش دقيق، يو أعظم مشكلة يو من أعظم المشاكل اللي واجهها نوح في دعوة الخلق إلى الله. أجى لقاهم يعبدون صنم، طبعا نوح أجى لقى الناس تعبد شنو؟ هسا قبل هذا الكلام دخلي أقول لكم فش، قبل هذا الكلام القرآن المرحلة الثانية أرخنها واهتم بيها زايد وركز عليها وعلى كل معلوماتها وما يرتبط بيها. ليش؟ قلنا لأن الحياة بيها تعقدت، واحد. اثنين، لأن الأنبياء اللي رب العالمين دزهم من نوح فنازل دعوتهم إلى الله أوسع من الأنبياء اللي شنو؟ اللي سبقوهم. ولهذا أنا المرحلة الثانية راح أبين تاريخ حياة البشرية بالمرحلة الثانية من خلال الأنبياء الأساسيين. هو القرآن هيك سوى، القرآن هيك سوى مو أني. طبعاً هنا أنا هم خلي أقول لكم قضية بعدين راح أجيها، بس الآن ألفت نظركم إلها بعدين أجيب تفاصيلها. هاي المرحلة الثانية القرآن أرخلها بطرق متعددة، طريق من هذه الطرق اللي راح أقول الآن، وهناك طرق أخرى سأأتي عليها تباعاً إن شاء الله تعالى. ولهذا أقول الأيام الجاية حبلى بالمعلومات، متخمة غاصة إن شاء الله بالمعلومات القرآنية. الآن راح أبدي. قبل لا أبدي سؤال، ليش القرآن تاريخ حركة البشرية أكثر شيء ركز عليه من خلال أنبياء أساسيين مثل أولي العزم؟ من هم أولو العزم؟ بعد الإخوة من هم أولو العزم ومو بعد الإخوة؟ نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، سيد الخلق محمد. ذولا أولو العزم. ليش القرآن ركز على ذولا كثيراً؟ سجل يمك واحد بسرعة، واحد. سئل إمامنا الصادق ذولا الأنبياء الخمسة ليش سموا بأولي العزم؟ قال لأنهم أصحاب الشرائع والعزائم. أصحاب شنو؟ الشرائع، الشرائع المرتبطة بناس محددين، يو الشرائع لكل الناس، لكل الناس. ميزة هؤلاء هاي. قال الصادق لأنهم أصحاب الشرائع وشنو؟ والعزائم. شوفوا مثل آدم القرآن الكريم يعبر عنه لم نجد له عزما، لم نجد له عزما. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فضلنا بعض النبيين على بعض. القرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة. تفتولي، تفتولي. زين، رواية ثانية بسرعة قبل لا أبدي بالتأريخ من خلال ذولا الخمسة للمرحلة الثانية من قافلة البشرية، حركة قافلة البشرية. رواية ثانية، يا ابن رسول الله ذولا الخمسة ليش سموا بأولي العزم؟ قال لأن الله تعالى بعثهم إلى شرق الأرض وغربها، إلى جنها وإنسها. الله أرسلهم إلى شنو؟ شرق الأرض، غرب الأرض، جن الأرض،
انس الأرض. هجي في الرواية هاي نوح إبراهيم موسى عيسى نبينا. رواية ثالثة أخيرة، يا ابن رسول الله ليش صار اهتمام على ذول الأنبياء؟ ذول الأنبياء قال عليه السلام عليهم داء، طبعا بالبداية قال هم سادة الأنبياء والمرسلين، ذول الخمسة هم سادة الأنبياء والمرسلين، ثم قال الصادق وعليهم دار الرحى. يعني ذول الخمسة هم قطب تاريخ البشرية، اللي تاريخ البشرية كله يدور على هذا القطب، عليهم دار الرحى. فأنت تاريخ البشرية إذا تريد تقرأ بعمق بثقافة القرآن وأهل البيت عليهم السلام كون ترجع التاريخ ذول الخمسة اللي عليهم دار الرحى. خلنا نجي ذول الخمسة اللي يمثلون قطب تاريخ حركة قافلة البشرية. أولهم نوح. أصعب مشكلة أو من أصعب المشاكل اللي واجهها نوح عليه السلام وإجا القوم يدعوهم إلى عبادة الله وهم يعبدون أصنام، أنهم ما كانوا يقبلون بشر مثلهم من حيث البشرية يكون نبي مرسل لهم من قبل الله تعالى. هاي من أعظم المشاكل اللي واجهها نوح. هذا مو معناه اللي اجوا من بعد نوح ما واجهوا هاي المشكله، واجهوا هاي المشكله، ولكن نوح هو من اوائل اللي واجهوها، فكانت كلش معركته صعبه بهذا الجانب. الاخوه عافوني لو ما عافوني، وما يصير يعوفوني الاخوه، كونوا وياي حتى انا بعد هم اسولف واهس، يعني كون يبقون الاخوه وياي. مثلا او عجبتم، نوح يقولهم او عجبتم، يقول القومة الايه حكايه عن لسان نوح، أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم. ما كانوا يقبلون، يقولوا له رب العالمين يدز لنا رسول، أنت رسول من رب العالمين، يقولون نعم، يقولوا له رسول من رب العالمين كون يجينا ملك مو بشر، ملك كون يجينا، مو يجينا بشر مثلنا يمشي بالأسواق ويأكل الطعام ويقول أنا رسول من رب العالمين، ما يصير. ملك من الملائكة ينزل علينا رسول إيه، أما أنت بشر مثلنا رسول ما يصير، ما نقبل. هاي من أعظم وأصعب المشاكل اللي واجهها نوح عليه السلام. رب العالمين شنو يقولهم بالقرآن؟ يقولون يا حتى إذا أردز لكم ملك كون ألبس لباس البشر مثلكم حتى تقدرون تتفاهمون وياه ويتفاهم وياكم وما تخافون منه وإلى آخره. ما يصير أدز لكم واحد من غير جنسكم أو نوعكم على اختلاف المشارب المعرفية جنسي ونوع، ما يصير. ولهذا تشوفون مثلاً رب العالمين لما دز ملك المريم، الملك شلون كان؟ القرآن الكريم شو يعبر عنه؟ بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. رب العالمين من دز رسل العذاب إلى إبراهيم وبعدين إلى لوط عليهما السلام، قوم لوط ما شافوهم بشكل ملائكة، شافوهم بشكل شنو؟ بشر. ولهذا اجوا يهرعون إلى دار لوط عليه السلام، شافوهم بشر ما شافوهم بالشكل الملائكي، بشكل البشر. هسه هنا نخلي شوية محطة استراحة نخفف وطأة البحث، محطة استراحة. مرة تبعت
باب الشيء بالشيء يذكر. جبالي فد معلومة حلوة ما أحرمكم منها. مرة تبعت الأمور اللي القرشيون المشركون واجهوا بها النبي صلى الله عليه وسلم. أتمنى ذاكرتي ما تخوني، أتمنى ذاكرتي هاي المرة تكونوا، يعني هاي مطالعات قديمة أنا وعلى المنبر أستذكرها قبل المجلس ومحضرها، مطالعها قبل سنين الآن تجب بالي، فأتمنى ذاكرتي تعيني عليها. مرة تبعت بالقرآن شلون واجهوا المشركون وشنو كانت إشكالات المشركين على رسول الله، شنو كانت إشكالاتهم على النبي صلى الله عليه وآله، شوفوا التفتوا لي، أو شنو طلبوا منه، شنو إشكالاتهم عليه، شنو مشاكلهم وياه. لقيت أمور كثيرة بالقرآن مما أتذكره محل الشاهد هذا اللي صار ويا نوح. شنو يعني محل الشاهد صار ويا نوح؟ قالوا له يا محمد شلون نقبل بيك رسول وأنت شنو بشر مثلنا. الله قال للنبي قال لقلهم الأنبياء دزيناهم قبلك كلهم شنو كانوا؟ بشر يمشون في الأسواق ويأكلون شنو؟ الطعام. موسى هالشكل كان، عيسى هالشكل كان، كل الأنبياء هم كانوا بشر. أنا ما دزيت نبي من الملائكة. هاي واحدة من الإشكالات هو هذا نفسه. من زمن نوح، قبل نوح لعله، بعد نوح. بس نوح هو أول من واجهه بهالشراسة والقوة. طبعًا لقيت صاحب تفسير، هسه هاي ينفذ معلومة ثانية حلوة أقول للأحبة. لقيت صاحب تفسير منية الطالبين في تفسير القرآن المبين، تفسير من 30 مجلد، لقيته يقول في آيات نوح، يقول نوح كل 12 سنة كان يدخل واحد لدين الله. ما واقعا شنو من النبي عنده صبر وخلق. وأنا أنطيت مصدر يعني شيء من جيبي، أنا ما أقول مصدر، أعطيت تفسير منية الطالبين في تفسير القرآن المبين للسبحاني. لقيته يقول في آية من آيات نوح كل 12 سنة تبليغ 12 سنة نوح كان يقدر يدخل لواحد بدين الله، واستمر على ذلك مئات السنين، كل 12 سنة يجيب لواحد، كل 12 سنة واحد. شنو من تحمل، شنو من صبر، شنو واقعا الله أعلم حيث يجعل رسالته. يعني هاي لو يخليني أنا كل 12 سنة يقول نعم شنو الطلاب هاي فكونه، هم ذولا يسوون، هم ذولا يسوون أضيع وقتي على مودهم هالقد، والله شنو أجيب لي واحد، شنو اللي بهالدوخة هاي. شوف ذولا أنبياء الله اشتغلوا، سووا، اشتعبوا، اشبذلوا. طبعاً نبينا صلى الله عليه وآله مو بس هذا الإشكال عليه، واحدة من الإشكالات اللي الآن هم تذكرتها أقول لكم مرة جمعتها ببحث جمعتها، قالوا له يا محمد تريد أن آمن بيك؟ قال لهم إيه أنا أريدكم تآمنون. قالوا له نزلنا كتاب مرئي من السماء، الكتاب نشوفه بعيوننا ينزل من السماء على صدرك، يا الله نصدق بيك. باوعلي الله قال للنبي قال جاوبهم قلهم التوراة نزلت من السماء، الألواح بميقات موسى على موسى، وكان جايب 70 إسرائيل يشهدون يشوفون بعيونهم شلون تنزل يوم ما نزلت، ها الألواح، موسى من راح للميقات شنو استلم؟ الألواح، التوراة نزلت عليه من السماء يوم ما نزلت، نزلت كان مختار 70 إسرائيلي حتى يشوفون نزول التوراة يوم ما مختار، مختار شافوا يوم ما شافوا، شافوا بعدين بنو إسرائيل عبدوا العجل يوم ما عبدوا العجل، يعني شافوا وكفروا. فمو بالضرورة اللي يشوف بعينه يعني شنو يآمن. أكو تجربة شافوا وما آمنوا، والبشر نفس البشر. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، القرآن الكريم يعبر تشابهت قلوبهم. آية أخرى خذتم كالذي خاضوا،
آية ثالثة أتواصوا به، متفقين على هاي الحكاية؟ يا هو يجي يقول نفسه، متفقين على هالفعل يا هو يسوي نفسه، أتواصوا به، واحد موصي الثاني على نفس الحكاية على نفس الفعل. نريد كتاب ينزل مرئ من السماء، الله قال للنبي قال لهم أنا بشر رسول رب العالمين يريد يعطيني هذا الشيء بحكمته وعلمه على عيني وعلى رأسي، ما يريد يعطيني أنا بشر رسول، مو أكثر من ذلك، الأمر كله بيد الله تعالى. نريد كذا إلى آخره ونشوفه بعيوننا، رب العالمين قال لهم موسى ها نريد معاجز وكرامات مثل اللي كانت عند موسى، رب العالمين قال لهم المعاجز والكرامات اللي صارت عند موسى قومه بعدين كفروا لما شافوها، يوم ما كفروا كفروا انتم هم لعله تكفرون مثلهم، شنو الفرق؟ نفس الشيء. نريد بيت من زخرف إلك من ذهب، النبي قال لهم هذا طلب مو معقول، ماذا ربط بالهداية ومجيئكم؟ سورة الإسراء، شوفوا سورة الإسراء، تفجرنا من الأرض ينبوع، بستان كله نخيل وعنب، بيت من زخرف، النبي قال لهم هاي المطالب شنها ربط بالهداية؟ بيت من ذهب إلي أنا شو أسوي ببيت من ذهب؟ هاي مطالب ما الناس تريد تلعب مو تريد تهتدي، بستان كل نخيل وأعناب شو ربطه بالهداية والاعتقاد بالله تعالى؟ هذا شنو دخله؟ هذا ما الناس تريد تلعب. ذنهم إذا سويتن لكم راح تقولوا لي ساحر، وما راح تنتهي المشكلة. وهكذا. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم، هاي مرحلة نوح عليه السلام، وأصعب تحدياته كان هذا التحدي. مرحلة ثانية وهي مرحلة إبراهيم، وأعظم تحدي واجه إبراهيم هو إيجاد الأمة الموحدة من بعد ما نوح اشتغل 1000 سنة على أن النبي والرسول يكون بشرا مثل الناس بس يوحى إليه. إجا إبراهيم حتى يكمل طريق نوح، اشتغل على إيجاد أمة موحدة لله تعالى، هذا كان أبرز ما عمل عليه إبراهيم، مو معناه نوح ما اشتغل على ذلك، اشتغل على ذلك، بس ذاك تحدي الأبرز، إبراهيم هذا تحدي الأبرز، إيجاد أمة شنو؟ موحدة. شلون؟ ولقد آتينا إبراهيم رشده، هسه هم الطريف القرآن الكريم يعبر رشده، الرشد رشد إبراهيم، ولقد آتينا إبراهيم، ثم تقول الآية إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، ما هذه التماثيل التي أنتم لها، الطريف يقول قال لأبيه يعني عمه وقال لقومه، إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه. أنا لما راجعت مناظرات إبراهيم لقيتها 4 حسب الظاهر، هسه لعله أكو 5 ما أدري، اللي شفته 4، اللي شفته شنو؟ 4. إبراهيم كان يناظر عمه وقومه كما في هذه الآية، إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه. 2 مناظرة إبراهيم مع عمه فقط كما في سورة مريم، يا أبتي إني قد جاء، يا أبتي بعد ماكو وقومه، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. الطريف تكملة الآيات، تسلسل الآيات، إن لم تخن الذاكرة بسورة مريم قال أراغب أنت عن آلهتي، الطريف يقول له آلهتي، ينسب الآلهة شنو؟ إلى نفسه يا إبراهيم، هذا ينسب الآلهة إلى نفسه، يعني عم إبراهيم كان مبتلى بتضخم الأنا، تضخم الأنا يولد كبر، الكبر يولد ضلال وانحراف إذا استمر الإنسان عليه.
هسه هاي هم فد مسألة ثانية خلوني ألفت نظركم إلى. ما أدري أسأل الإخوة سؤال حتى لا يعوفون الإخوة مروتهم لا يعوفون. والله جزاكم الله خير الليلة على الحضور. أنا كنت أصور الليلة ماكو حضور على هالمطر هذا الغزير من الصباح إلى قبل قليل المطر مستمر. وهذا إن شاء الله كل خير وبركة على بلدنا وعلى أبناء شعبنا بمحمد وآل الطاهر. إن شاء الله مطر الخير والبركة إن شاء الله تعالى. فجزاكم الله خير حقيقة على الحضور بهالأجواء هذه وعلى الزيارة بهالأجواء هذه. الله يجزوكم ألف خير. أنا أقول لكم شيء، سؤال أسأل الإخوة سؤال. بتاريخ البشرية، البشرية خلت من الانحراف والضلال، يو الانحراف والضلال موجود مع وجود البشر، موجود الضلال والانحراف، الضلال والانحراف على قسم يو أقسام، أقسام من أهم أقسام شنو؟ أكو انحرافات عقلية فكرية وأكو انحرافات نفسية. أكرر، أكو انحرافات شنو؟ عقلية فكرية وأكو انحرافات نفسية. بالنسبة للعقلية الفكرية، علم المنطق ليش أنشئ؟ علم المنطق هذا اللي يدرس الآن في الحوزات ليش أنشئ؟ لأنه يعصم الذهن كما نقرأ في تعريفه عن الوقوع في الخطأ. يعصم الذهن، الفكر، العقل، يعني يعطي قواعد عامة للعقل. ما دام العقل يمشي على هالقواعد العامة ما يقع وين؟ في الخطأ. أما إذا ما كان الذهن عنده قواعد أساسية يمشي عليها، يعني مو من المحال أن يقع العقل وين؟ في الأخطاء والانحرافات والضلالات الفكرية. انحرافاتها، وأكو انحرافات أسبابها شنو؟ نفس. أسباب الانحرافات النفسية شنو؟ واحد، الكبر اللي خلى عن إبراهيم يكون منحرفاً، اللي تضخم عند الأنا فولد عند الكبر فأصبح منحرفاً. أول من وقع بالكبر وانحرف منه إبليس، أبى واستكبر. استكبر، ليش استكبر؟ تضخم أنا عنده. وين تضخم الأنا؟ أنا خير منه، من آدم، خلقتني من نار وخلقته من، قال أنا خير من، اتضخم الأنا، اتضخم الأنا وصل للتكبر، التكبر أبى واستكبر وكان من الكافرين، من الكافرين يعني انحرف وضل. سلسلة حلقات بعضها مرتبط ببعض، من تمشي خطوة بهالسلسلة وما ترجع تأخذك للثانية، الثالثة تأخذك أو الثانية تأخذك شنو؟ للثالثة، إلى أن الإنسان يجد نفسه كأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق كما يعبر القرآن الكريم. هسه المكان السحيق وين؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، هذا المكان السحيق. جابك على أسباب الضلال والانحراف الفكرية والنفسية، جابني عن إبراهيم، أراغب أنت عن آلهتي؟ تضخم أنا خلى عنده تكبر، تكبر ما يقبل حكي إبراهيم، ما يقبل حكي إبراهيم، ضلال وانحراف، ضلال وانحراف جهنم. هاي شوف، أبا واستكبر إبليس وكان من الكافرين. الكافرون جنة يا نار؟ نار. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، واستكبروا، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. واستكبروا عنها، واستكبروا.
ولهذا الإسلام ذم التكبر يوم ما ذم التكبر. ها؟ تواضع، تكن كالنجم مشارب لاح لناظر على قسمات الماء وهو رفيع، ولا تك كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. شاعر آخر يقول: حبل السنابل تنحني بتواضع والفارغات رؤوسهن شوامخ. صدق صدق. سبب من أسباب الانحرافات النفسية الكبر، ولهذا القرآن هي ذمة 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 تواضع، ولا تمشي في الأرض مرحا، لا تصعر خدك للناس. زين، أسباب الانحرافات النفسية بس الكبر؟ يو أكو بعد أسباب. ها؟ أكو بعد أسباب؟ تحبون تسمعونها؟ ما لكم خلق. أقول لكم بقيت أسباب؟ كل إنسان، كل واحد من عندنا يخاف يوقع بالانحراف. كل واحد من عندنا يخاف يوقع شنو؟ بالانحراف. سواء كان الانحراف، سواء كان الانحراف فكرياً عقلياً، يو شنو؟ يو أسباب نفسية. من الأسباب النفسية اللي تخلي الإنسان ينحرف التكبر، فما يتواضع للحق، ما يقبل الحق، ما يرضى بالحق، ما يقبل. اثنين، اتباع الهوى. شنو؟ شلون القرآن الكريم يقول: أرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله. ها؟ احنا قاعد نقول أسباب الضلال والانحراف النفسية اتباع الهوى. شوف بس قال إلهه هوى، قال وأضله الله. فاتباع الهوى شو يسوي؟ ضلال. شنو يعني اتباع الهوى؟ أنا أقول لك شنو اتباع الهوى. هوى النفس يقول لك أركض برا أعراض الناس هاي وذيك. إذا تقول له سمعا وطاعة يا هوى النفس، ويبقى هذا الشاب حشاكم طبعا وراء إلى آخره وإلى آخره، يمشي بهذا الطريق، يمشي يمشي يمشي، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أساءوا السوء أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. يا معودي دخل نتونس، يا هو طلع من قبره مفشخ. هاي يا هو طلع من قبره مفشخ وكانوا بها يستهزئون بآيات الله. هو مو بس يقوم يكذب، يستهزئ، يعني يجيب نكتة على القبر، لو يجيب نكتة على البرزخ، لو يجيب نكتة على يوم القيامة، ينكت ويتندر ويضحك الآخرين على يوم القيامة، يو على عذاب الله. هذا وصل إلى أي مرحلة بالذنوب بحيث قام يستهزئ؟ ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، ارتكبوا الذنوب من دون توبة واتبعوا هوى النفس، أن كذبوا بآيات الله. توقفوا؟ لا، تجاوزوا حتى مرحلة التكذيب، وكانوا بها يستهزئون. يجيب حكم شرعي، حكم شرعي بالرسالة العملية المرجع، حكم شرعي، حكم شرعي، يجيبه ويسخر منه وينكت عليه ويضحك عليه، وكانوا بها يستهزئون. طيب القرآن الكريم أشار إلى هؤلاء، يعني احنا من نشوف دولة ما نستغرب. انا يعني كأقل الناس شهد الله ما استغرب ولا أتفاجأ ولا أتعجب. القرآن الكريم سولف عن ذول. القرآن الكريم يقول نوح لما كان يصنع سفينة، يعني كان يقولهم جاي العذاب والغرق جاي والغرق جاي، عشرات ومئات السنين يوعدهم، وذول يرحون يجون يشوفون نوح ملتهي بسفينة، ما أجا، ما كمل، يعني يسخرون يستهزئون كلما مر عليهم. القرآن الكريم ذكر يقول يستهزئون يضحكون ينكتون على نوح. نوح كان يقولهم الأيام بيني وبينكم إن شاء الله، أنا ما مستعجل، أنتم مستعجل، يستعجلونك بالعذاب، يستعجلونك بالكذا، يستعجلون. نوح كان يقولهم أنا ما مستعجل، هذا اللي قلت لكم بي راح يصير، والأيام بيني وبينكم، وصار. فارت النور. القرآن الكريم عبر.
صار وغرقوا يستهزئون. هذا اللي يقول قبره مفشخ يقول يشوف بعدين، بعدين ينصدم راسه حائط، بعدين شوف بعدين شوف بعدين. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أعراض الناس يراكض وراها يبغى علها ما أعرف شنو مشاكل، أموال الحرام هواب بالمال الحرام، يا بروح اشتغل يا معود، ادخل تجارة بالحلال صير مو مليار دير تريليون دير. يا ريت احنا ما نكيف شيعة أهل البيت يصيرون تجار كلهم كيف، بس من نصير تاجر نجيك على مشروع خيري لصير بخيل، لصير بخيل ساعد حرام لا تمد يدك. لا هو هوى النفس يقول له حرام حرام، ربا سرقة رشوة. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، هسه هاي جبت مصداقين والباقيات عليكم، مصداق شهوات ونزوات ومصداق يعني هذا هم شهوة المال وإلى آخره، تحبون المال حبا جما، وتبعد امشي بالمصادر. هو النفس يقول لك امشي بالمصادر. علي بن أبي طالب يقول إن أخوف ما أخاف عليكم اثنان، اتباع الهوى وطول الأمل، أما اتباع الهوى فيصد عن الحق، يوقف أثر بطريقك ما يخليك توصل، بعد ما تقدر تقتحم العقبة، فلا اقتحم العقبة العقبة يصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. هذا اليهودي القرآن الكريم يعبر عنه يتمنى أن يعمر ألف سنة، ألف سنة يريد يبقى، هذا هتش عنده هالشكل هذا ينسى الآخرة، طول الأمل ينسى الآخرة. ولهذا رب العالمين كان يهدد اليهودي، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم أبدا، يقول القرآن الكريم أصلا ما يتمنون العالم الآخر. أما علي بن أبي طالب كان يقول متى يأتي أشقاها فيخضب هذه من هذه، متى يأتي؟ شوف مشاهد صور القرآن وأهل البيت يرسموها أمامنا، العبر كثيرة، وين المعتبر؟ سواء كان المتكلم أو المستمع، منو من عندنا يعتبر؟ شهر رمضان فرصة للتغيير أيها الأحبة أيها الإخوة أيها الأعزة. أفرأيت من اتخذ إلهه وأضله الله على علم، أضله الله لأن اتخذ إلهه، باوعني لا تعوفني، وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إيش قد فرق بين نهى النفس عن الهوى الحرام، نهى النفس عن الهوى الحرام مو الحلال الحرام، فإن الجنة هي المأوى، هناك أضله الله على علمنا فإن الجنة هي المأوى، وانت بعد اختار، انت بعد اختار اختار الحلال، توكل على الله منو مانعك. قرأت بالروايات اكو امرأة دخلت على إمامنا الصادق عليه السلام، امرأة دخلت على إمامنا الصادق قالت له يا ابن رسول الله أنا متبتلة. الإمام الصادق قال لها شو تعدين بالتبتل؟ قالت له ما أتزوج يا ابن رسول الله. قال لها ليش ما تتزوجين؟ قالت له أرد أصلي وقتي بس الربي جل وعلا، إذا أتزوج وقتي يروح، هذا الزوج يعني مثلا طبخينا نظف البيت ملابس ما أعرف شنو، يصير عندنا أطفال مشاكل الأطفال هوست الأطفال تربية الأطفال، بعد وين وقتي أنا؟ الإمام قالها إيه فأنت ما تتزوجين حتى تصلين من الصبح لليل؟ قالت له نعم. قالها لو كان في ذلك فضل لسبقتك إليه فاطمة. تردين تصيرين أفضل من فاطمة الزهراء جنابيج؟ فاطمة الزهراء زوجت وفاطمة الزهراء صار عندها أطفال، روح الزوجي وابني أسرة وربي أولادك، لا يضحك عليك الشيطان.
صلي صلاتك الواجبة هذا رايدة بذلك رب العالمين، حصلين وقت مستحب جزاك الله ألف خير، ما تحصلين وقت مستحب أهم شيء الواجب، أداء الواجب وترك المحرم، هذا هو الأساس، هذا الأساس. ولقد بعثنا في كل سورة النحل، صيروا قرآنيين أيها الأحبة، كل شباب من شبابنا يكون يصير قرآني. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اتيان واجب، ترك محرم، خلاصة دعوة الأنبياء عليهم السلام. الإمام قال روح الزوجي دروشة ما عندنا، رهبنة ما عندنا بالإسلام، الإسلام دين واقعي. هسه صار كم سبب نفسي للانحراف؟ اثنين صار؟ لو أنا مشتبه اثنين، شنو شنو؟ الكبر واحد، واتباع الهوى اثنين، سجل يمك ثلاث، ثلاث تعصب، شنو؟ يابا هذا التصرف خطأ تسوي، يقول والله عشيرتنا هيك تسوي، آبائي وأجدادي هيك تسوي، يابا آبائك وأجدادك خطأانين، لا ما يصير خطأانين، ما يصير خطأان. واحد قتل من العشيرة الثانية، تستهدف عشيرة كاملة، شنو؟ لا العقل يقول ولا رب العالمين يقول ولا كل شيء يقول ولا العرف السليم يقول. انت مشكلتك مع قاتل العشيرة، ابن عمه شو ربط ابن عمه؟ لا ابن عمه يكون يترك بيته ويشيل، ما اعرف يسموها جلوة، ما اعرف يسموها جلوة، مو جلوة، جلوة، يكون يشيلون كلهم قرايبه ولاد عمه شنو هذا شنو؟ انا ما ادري احنا ليش وقت نبقى هالشكل، احنا ايش قد نحكي الحكي ما يفيد، ما قاعد اعرف ليش احنا هيك باقين. يابا انا شنو ربط ابن عمي قتل وانا شنو؟ أنا ما راضي فعله، ابن عمي طالع عن الطريق أنا شنو دخلي؟ لا كل الشيء هاي منين جبتوها؟ يقول آبائي آبائك وأجدادك على خطأ، على خطأ آبائك وأجدادك. هاي تتصور بس الآن موجودة، الأنبياء كانوا يقولون اعبدوا الله اتركوا الأصنام، شو يقولون الأنبياء؟ إنا وجدنا آباءنا يعبدون أصنام فإحنا هم نعبد أصنام مثل، يا أبا آباءكم ما يفتهمون لا يهتدون، قرآن ايش قال؟ قال آباءكم لا يعقلون ولا يهتدون، فأنت شلون تتبعوهم؟ لا آباءنا يعبدون صنم، إنا وجدنا آباءنا، خلاص إحنا بنعبد صنم. هذا تعصب يا مو تعصب؟ ها؟ وهذا تعصب سبب نفسي للانحراف والضلال. إنا وجدنا آبا، آيات كثيرة في القرآن، ابحث آيات كثيرة، هذا كذا ما ألفينا عليه آباءنا، آية أخرى ألفينا وجدنا، أولو كان آباؤهم لا، القرآن كم يعبر تعصب، التعصب ما يخلي الإنسان يهتدي للحق إذا استمر عليه، ويخليه نهاية المطاف ينحرف ويضل تعصب. هسه هذا يعني كل عنوان من هاي العناوين أقدر أسولف بيه شهر رمضان، تعصب قومي، تعصب عرقي، تعصب ما أعرف أي شيء، شقد الآن هذا عنوان التعصب، شقد ندخل له مصاديق الآن؟ أئمتنا قالوا اللي يعتبر شرار قوم أفضل من خيار قوم آخرين هذا شنو؟ متعصب. أئمتنا جطونا ضابطة، أنا واحد من قرايبي شرير أقول لأنه من قرايبي فهو أفضل من الآخرين من غير قرايبي حتى لو كانوا شنو؟ أخيار. القرآن الكريم يقول غلط، عم النبي كان شرير تبت يده، وسلمان رجال فارسي
لقد رفع الإسلام، لقد وضع الإسلام أو رفع الإسلام، لقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك الشقي أبا لهب. هاي يقول غلط، غلط، هاي المفاهيم غلط. والمصيبة هاي المفاهيم لليوم بعدها تاكل وتشرب ويانا، وشلون تقنع الناس أن هاي غلط، ما يرضون يقنعون، إنا وجدنا وهذا ما ألفينا. وأبوك الله يرحمه يابا، بتعمك مالك حق تنهى عليها، انت منو تنهى عليها؟ شنو ولايتك عليها؟ شنو تنهى عليها؟ انت شنو دخلك انت تنهى عليها؟ البنية من حقها هي تختار زوجها، انت شنو؟ لا انا عليها قتله. من اعطاك هذا الحق؟ اهلي وابا. يابا لك وابا غلط. سيد الخلق محمد جاء علي بن ابي طالب، علي بن ابي طالب قال له جئت خاطبا فاطمه، قال لك اشوف راي فاطمه تقبل يوم اشوف فاطمه، اشوف النبي يدري فاطمه تقبل، والنبي جاي جبرائيل يقول له زوج النور من النور قبل لا يجي علي، ويدري الموضوع محسوم. مع ذلك حتى يعلمنا يأدبنا يهذبنا يرتبنا، قال له اني اشوف فاطمه شنو تقول. الزوج بالنتيجه الزوج زوجها، تقدر تعيش ويا مره من حقها. اجاها قالها حبيبتي فاطمة علي بن أبي طالب جاي خطبك تقبلين، سكتت، استحت، سكتت، قال سكوتها رضاها، انتهى الموضوع. هذا ما وجدنا عليه رسول الله، مو آباءنا. آباءنا شنو؟ آباءنا إذا يخالفون الدين ما يسوون شيء، ما يسوون شيء. بس هذا حكي يضوج البعض، غير يضوج. واحد دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله، هيك نافخ صدره، شال صدرك، قال له محمد تعرفني؟ قال له جنابك. قال له أنا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان. طبعا فلان فلان كلهم يعبدون صنم، التسعة من آباء أو أجداده. رسول الله قال له كملت؟ قال له نعم يا محمد. قال له وأنت عاشرهم في النار. قحط فلان وعلان، كلهم شايل عبدون صنم، فلان وعلان شايل صدرك، كلهم بجهنم، دول التسعة العدد وانت معاشرهم ويام جهنم. يرفع الله الذين آمنوا منكم، القرآن الكريم يعبر، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله الذين آمنوا، الرفعة للإيمان، الرفعة للعلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. شوف معايير الدين وين ومعاييرنا البائسة وين. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ذولا أهل الرفعة. كالعادة وقتي شارف على انتهاء. صار كم سبب للهداية والضلال النفسي؟ ثلاثة. أكو بعد الكم خلقي ولا باتر أكمل الأربعة خمسة، أكو بعد اثنين حسب الظاهر. أكمل بكرة؟ خوش بكرة إن شاء الله نكمل. ضوجتكم؟ تعبتكم؟ ما تعبتوا؟ الله يديمكم ويعزكم بالنبي وآله، ويرزقنا الهداية إن شاء الله، يرزقنا الهداية بمحمد وآله الطاهرين، ويرحمنا وإياكم إن شاء الله تعالى. تمسكوا بالقرآن الكريم، تمسكوا بالنبي وآله، اتركوا العادات والتقاليد البائسة البالية، تركوها. جاهلية هاي، سوالف جاهلية هاي، عيب، تركوهن. عاداتنا وتقاليدنا وأخلاقنا ناخذها من محمد وآل محمد. هيك المفروض تصير. وما بقت عندي وسيلة ولا أمل يوم القيامة. يابا ما بقت عندي وسيلة ولا أمل. يوم القيامة تفيدك عشيرتك؟ يوقفوا لك؟ يوم يفر المرء؟ يا أخي عشيرتك منه شنو؟ أخوك تشرد منه، أبوك تهرب منه. القرآن الكريم يقول أمك تهرب منها يوم القيامة.
حافظوا على أنفسكم، لا حد يغشكم. دين حلال وحرام التزموا به، خافوا الله. لا أنساب بينهم، القرآن الكريم يقول لا أنساب بينهم يوم القيامة، أنت وعملك. اتقوا الله. وما بقت عندي وسيلة ولا أمل غير حب المرتضى، والله ما بقت عندي وسيلة ولا أمل غير حب المرتضى، خير العمل حاشا لن يعوفني بذاك المحل. ونوخ بوادي حماه رجابي وصد للمحشر وعاين للحسين، يقول الشرع رحمه الله. وصد للمحشر وعاين للحسين، موج بينادي شفيع المذنبين، الشيعة تغفر يا إله العالمين. والله الشيعة تغفر يا إله العالمين، بجاه دم المنة صار خضابي بجاه دم. هم منو شيعتك أبا عبد الله؟ شيعة اللي قال عنهم يوم العاشر، قالهم يوم العاشر شيعتي ما إن شربتم عذب ما إن فاذكروني، أو سمعتم بشهيد أو غريب فاندبوني، فأنا السبط الذي من غير جرم قتلوني، وبجرد الخيل بعد القتل عمدا سحقوني. ليتكم في يوم عاشوراء جميعا تنظروني، كيف أستسقي لطفلي فأبوا أن يرحموني، فأبوا أن يرحموني. يا حسين لو بيدي الأمر كان زينب تقول، والله يا حسين لو بيدي الأمر كان بنيت على قبرك بيت الأحزان خويا، والله بيت الأحزان وانعاك يا المذبوح عطشان، وانعاك يا عيينة من العيان. بعد خويا تعنيت لك، تعنيت لك خويا. اكو واحد ثاني زينب هم تعنت له، هذا ملح المجلس، المجلس من دون ذكرى مثل الطعام بلا ملح، تعرفوا. خويا تعنيت لك واللون مخطوف، وقلوبنا ترجف من الخوف، انا ردتك الحالي وهضمت تشوف. من هو هذا؟ يا يا بتشوف، ولقيت العلم عن نهر ملفوف. يا خويا وين اهل الحوائج؟ وين اهل الحوائج؟ هذا باب الحوائج، واحنا بهالمكان الطاهر وبهالشهر الكريم. انا ردتك لحالي واضمت تشوف، ولقيت العلم عن نغر ملفوف، انا عذرتك يا من ما عندك جفوف جفوف. والله أنا عذرتك من الحومة تعنت بدرب الخطر، مدولبة وتنشد على درب النغر، يا يا بالنغر تصيح يا الناس ما شفت قبر قبر قبر. من الحومة تعنت بدرب الخطار، مدهنة وتنشد على درب النغار، تصيح يا الناس ما شفت قمار، طاح من سابع سما وينجوم، طاح القمر طاح من سابع سما وينجوم. حزين خويا طولت النوم، منين اجيلك والطرق ملزومة، منين اجيلك. احم الضائعات بعدك ضعنا،
ربنا عجل فرج إمام زماننا يا الله. ترى الليلة يستجاب الدعاء، السماء ماطرة، ومورد من موارد استجابة الدعاء لما تمطر السماء شهر رمضان. وهالمكان الطاهر يا أهل العلوية الكريمة الوجيهة عند الله تعالى، ومجلس الحسين، يعني إذا الدعاء ما يستجاب هنا وين يستجاب؟ هو هنا يستجاب الدعاء. فادعوا من قلوبكم وبعقيدة، ادعوني أستجب لكم، الله تعالى يقول. ربنا صل على محمد وآل محمد، عجل فرج إمام زماننا، اجعلنا من خدامه من المستشهدين تحت لوائه، اقض حوائجنا، اشف مرضانا لا سيما المنظورين منهم يا الله، يسر أمورنا، اكفنا شر الأشرار كيد الفجار طوارق الليل والنغار، بمحمد وآله الأطهار. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر ذنوبنا في هذا الشهر الكريم، استر عيوبنا يا الله. مؤسسون تقبل مجلسهم، أوصلوا إلى إمام زمانهم، اكتبوا في صحائف أعمالهم، إلى أمواتهم أمواتكم، أموات شيعة أمير المؤمنين، علمائنا الماضين، خدام الحسين، نودي إلى الجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.